انت بتقول لا ليه؟ بتقول لا يبقى انت مش مصدق انه لو قلت كم مرة لا هتهلك. الطاعة الاب الاعتراف، انت مصدق ان الرجل ده ربنا بعته في حياتك عشان يدخلك السماء؟ هو ده ايمان الكنيسة، ان ابائنا دول وكلاء المسيح وربنا حطاهم في حياتنا عشان ياخدوا بايدينا يدخلونا السماء. اخطيت فيهم العيوب والضعفات وبشر وبيتوبوا وبيقعوا، لكن دول وسائط للخلاص، حطوهم في حياتنا الكتب. طب لما ابونا يقول لك حاجة ما تاخدش الكلام سيريس ليه؟ يبقى انت مش مصدق ان ابونا ده موجود عشان يزقك على السماء. لو مصدق الكلمة اللي تطلع من ابونا تبقى سيف على رقبتك، لو مصدق الكلمة اللي تطلع من ابونا تبقى سيف على رقبتك، لو مصدق الكلمة اللي تطلع من ابونا تبقى سيف على رقبتك. الموضوع ما فيهوش فصال، وتبقى بتحفظ اللي بيقوله، تلغي اي حاجه في دماغك وهو ده بس اللي يقعد في دماغك، وتبقى بتحفظ اللي بيقوله، تلغي اي حاجه في دماغك وهو ده بس اللي يقعد في دماغك، وتبقى بتحفظ اللي بيقوله، تلغي اي حاجه في دماغك وهو ده بس اللي يقعد في دماغك. ابويا قال حتى لو قال لك اعمل ايه، حتى لو قال لك اعمل ايه، حتى لو قال لك اعمل ايه، ده لو انت مصدق. لكن الطاعة عمالة تضعف ليه؟ مفيش ايمان. ابراهيم اطاع عشان عنده ايمان، مصدق. انما هقول لهم كواحد من الكهنة، صدقوني يا احبائي بدل ما تشتمونا صلوا لنا وتعالوا عاتبونا. لكن هتستفيدوا ايه لما تشتمونا او تشهروا بينا، وبالذات كمان في الميديا، وتلخبطوا دماغ الناس وتعثروهم، لانه اللي بتقولوه مش دايما مظبوط. فالحقيقة التشهير ده خطية صعبة جدا، واللي بيعمل كده انا خايف عليه من الدينونة، لانه صدقوني الكاهن اللي يتشتم واخد اكليل، واخد اجر عند ربنا، لان المسيح اتشتم طبعا، الا لو كان غلطان تبقى حاجه مش حلوه ما تتحطش في رصيده يعني. لكن الشخص اللي بيشتمه وبيهينه، طب وهو هيقف قدام ربنا ازاي وهو يعني شتم او اهان رجل الله؟ دي خطيه صعبه، خطيه صعبه بجد. فالواحد خايف على الشباب من التهكم والسخرية والكبرياء اللي جواهم، كأن هم اللي شايفين كل الصح والكهنة كلهم غلطينه. وبعدين هنفترض أن في كاهن من آلاف الكهنة أخطأ وخطأ صعب، هنفترض لأنه ده وارد، مش كان في يهوذا من ال 12 تلميذ؟ وارد. طيب مع خطأ شخص ليه نعمل تعميم بقى؟ ليه بقى الكهنة كلهم وحشين؟ لا، في قديسين وفي أبرار، وإحنا شفنا كهنة عظام جدا مخلصين جدا، وتركيزهم على السماء، وبيغسلوا رجلين عيالهم، وبيبكوا على أولادهم، وبيجروا على خلاصهم، وحاطين المسيح قدام عينيهم طول الوقت. ليه بقى تبقى كل الكهنة كده وحشة؟ هذا التعميم ليس حكمة خالص. طيب حضرتك في سؤال ومن كثيرين يعني متكرر في أيامنا دي بصورة رهيبة، يعني شباب وغير شباب وناس كبيرة وجميع الأعمار، يعني بيبقوا عندهم زعل لسبب ما وأسباب مختلفة، يعني من أباء أو أساقفة أو يعني من أباء الكنيسة، يعني هل ممكن يتعاتبوا او يتعاتبوا ازاي؟ يعني وحتى ابونا داود لمعي كان طلع وقال عاتبونا، يعني في زعلانين ليه؟ فبلاقي ناس في ثوره جامده جدا، وبالامانه في احيان يعني بيكون، واحيان كتير بيكون عندهم سبب مقنع يعني بنتكلم بموضوعيه، مش فيتعاتبوا ازاي؟ هو فعلا في ناس بالدين كهنة
وفي ناس لا هي بتتكلم من منطلق مش شايفة إيجابيات. يعني مثلا أبونا بيقول عدبونا، الكاهن لازم كلامه يبقى سيف على رقبتك. الكاهن انت بتصدقش ليه؟ واحنا قلنا كلمة يصدق بليف ان جاد. ففي ناس فاهمه لا في حاجة مش فاهمها، مع احترامي لأبونا داود لمع، وفي كهنة كتير في نقطة مش فاهمينها. الناس تعبانة من مش شايفة إيجابيات، والكهنة أبونا داود لمع كده بيتكلم عن انت بتشتم ليه، ده أشعة اسمه إيه ده أليشع ولا مش عارف، لما طلعت الدب على لما قالوا له يا أقرع. أولا أليشع ده نبي الله مش كاهن، مع احترامي يعني هو كان نبي الله. وخلط بين الأمور إن إزاي تتكلم عن نبي الله، لا أنت بتتكلم عن الكهنوت ولا نبي الله ورجل الله؟ لا مش كل كاهن أولا رجل الله، يعني هارون ما ينفعش نقول عليه رجل الله. اللي هيتكلم عن هارون تطلع دبة تاكله ما حصلش. الناس متضايقة، دي النقطة اللي ما وصلتش لأبونا داود لما بتتكلم عن إنها مش شايفة إيجابيات. انتوا بتدينوا الكهنة يا ابويا، الناس تعبانة مش شايفة مسيح تاني، مش شايفة أب حقيقي صادق. انت مهتم بأولادك الجسديين، بتعلمهم وبتجوزهم، بأي نسبة اهتم بالناس؟ الناس مش لاقية أب، مش لاقية اهتمام محبة، فالناس بتصرخ مش لاقية المحبة. انت بتتكلم عن مدينوش خايف على شكل برستيج شيء، خايف على حاجة هتتهز. الناس بتصرخ مش لاقية إيجابيات، مش لاقية محبة. مش حكاية إن سلبيات وعدم السلبيات، دي أول نقطة. تاني حاجة إن الناس عايزة تشوف مثال حي، واحد خايف على مركزه للمنتهى، والناس مش لا لاقية نموذج ولا لاقية محبة حقيقية، ومش عارفة تعمل إيه، ومش بتنمو، ومش حاسة بالروحانية، مش حاسة بالمسيح، مش حاسة بالملكوت. فبتصرخ وهي مش عارفة، في فئة بتصرخ مش عارفة بتصرخ ليه، في فئة تعبانة من إن هي مش لاقية المحبة الحقيقية، ومش لاقية صدق صورة المسيح، ومش لاقية مش لاقية إيجابيات. فصرخت الناس، انتوا مش بتصدق ليه يوسف؟ انت بتتكلم في نقطة تانية وفي حتة تانية خالص خالص خالص. سيف الناس تعبانة، كان منتظرة تشوف مسيح تاني. فانت عملت ايه للناس؟ يعني انت بتقول انتوا بتلوموا بتدينوا الناس طيب الناس اللي اعصروا، انت حضرتك ابونا داود لما بيقول عدبونا، طب انت عملت لهم ايه؟ زي ما في ناس قالوا له ان في واحد اسمه هاني جرجس حصل له كده، قال ده مش تبع كنيستنا. طب ده هيقودنا لسؤال تاني، ده انت عملت ايه للشخص ده؟ يعني السامرية متجوزة ستة، ربنا يعني السيد المسيح طلع في مجمع بميكروفون ولا بعدم ميكروفون وقال على فكرة السامرية دي مش تبعنا، وابتسم كده او يعني هي مش كويسة. ايه ده يعني؟ ومش انا مش عايز اقول انها ماشيه مع ست رجاله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عملت لها ايه؟ الموضوع برضو مش في رجاله وست رجاله ولا 16 راجل، انت عملت ايه للسامريه؟ دي مش تبع كنيستنا. فالناس تعبانه مش شايفه الايجابيه. احنا دلوقتي طب انت دلوقتي ايه اللي استفدته لما قلت السامريه ماشيه مع ست رجاله وهاني مش تبع كنيستنا؟ ايه البنى اللي بنيته للناس وللشخص التاني؟ البنى. فالناس مش شايفة إيجابيات، مش شايفة مسيح تاني. انت بتتكلم انت في وادي والعالم بيموت، لا وكورونا وأوبئة ومجاعات وضيق ومفيش شغل ومفيش محبة لاقينها، والناس مقهورة مش لاقية شغل، ومحدش بيفكر في المطرانيات ازاي. المفروض كل الكنائس عندها ملايين، معروفة الحكاية، بيبنوا بيبنوا بيبنوا، معناها في فلوس، ودير مريمينا مكلف كذا مليار. احنا اطفال بيبنوا بيبنوا بيبنوا. طب انت بنيت الناس اللي مش لاقيه شغل، المقهوره بتتقهر مش لاقيه وظيفه، وبتتقهر مش لاقيه يعني لا لقمه عيش ولا حاسه بنفسها، تايهه اجتماعيا وروحيا. وفي الاخر انت بتصدقش ليه ان في عالم في مملكه وقاطع الفاصل الناس اللي بتموت نفسيا روحيا، وكل انشغال ومتبلور احترم الكاهن. ايه ده ايه ده اسمه ايه؟
الناس مقهورة تعبانة مش لاقية تاكل مش لاقية تشتغل مش لاقية صورة المسيح، ما حدش بيعلمها الطريق للنمو الكمال والقداسة، وانتوا زعلانين ليه؟ فالموضوع أكبر من كده بكتير. فالناس كانت عايزة حد تشوفه مسيح تاني علمها الملكوت وعايش السماء، الناس عايزة كذا حاجة، تشوف واحد بيحبهم حتى محبة اجتماعية صدقة، الناس عايزة تشوف مسيح تاني عايش السماء عشان هي تتعلم ازاي تعيش السماء، لا بنيان اجتماعي ولا بنيان روحي. وزعلانين ليه؟ زعلانين الناس ماتت اجتماعيا وروحيا، فهي الناس مش لاقية لا قدوة ولا إيجابيات ولا صورة. وهو بيقول ما تدينوش يا سيدي، ما حدش بيغلط، ما فيش كاهن بيغلط، صفر. فين الجزء الإيجابي من الناحية الاجتماعية؟ المحبة اللي هو يحب أولاده ويحب العالم والناس كلها، يحب كل واحد زي ما بيحب ابنه. وفين الناحية الروحية؟ التعليم اللي انت بنيته اجتماعيا اصلا روحيا في بيبني، بس مش الكل، فالناس تعبانة من جزء الأكبر، لا ما حدش مهتم بحد، بس دي الناس متضايقة من كده. طب معلش بقى عشان حضرتك ذكرت حتة الطائفة دي وكده، كأني أنا جاي بطائفة جديدة. أنت عرفت السؤال كده، هو يعني في ناس كتير برضو بتقول إن حضرتك يعني جاي بطائفة جديدة. كلمة أو... شيل كلمة طائفة، إيه الكلام الجديد اللي قلته؟ لا الكلام كله في الإنجيل يعني المفروض. أنا بتكلم عن حياة المسيح اللي طلع البرية، وبتكلم عن الناس اللي بنين كنايس باسمهم أنبا بولا أنبا أنطونيوس أنبا كراس تاهين في البه، هم فصلوا نفسهم قالوا إن الحياة دي مش للكل، حياة الموت. العذراء ما كانتش في صحراء ولا لابسة قلنصو، القضية في الحياة نفسها. أنا ما قلتش حاجة جديدة، أنا قلت المسيح كان عايش كده، والآباء اللي احنا بنفتخر بيهم اللي احنا صرنا عندنا فصام كلي وجزئي إن احنا فصلنا نفسنا وده مش حياتنا. طب ما العذراء ما كانتش لابسة، الموضوع في الدبارة ولا الحبل ولا الحياة نفسها. المسيح كان عايش إزاي؟ الجديد المسيح كان يعتزل في البراري، فين ده والمين؟ وكان هل هو نموذج لمتوحدين ولا للعالم كله؟ كان نموذج لمين المسيح؟ فأنا لما أقول المسيح اللي قال ليس أحد، لأن الرعاة ما بيقولوهاش ما بيقولوهاش ما بيقولوهاش جيل ولا ورا جيل، فالآيات بقت غريبة. إيه ليس أحد ترك بيتا وإخوة وخوات؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ اللي المسيح قاله، من لا يترك جميع أمواله لا يستطيع، اللي المسيح قاله، من أحب أبا أو أمه أكثر مني لا يستحقنا، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه مش يقرأ يعني زي ما ورانا لما كان سنه 12 سنة لم يبالي بمشاعر أقدس واحدة. طب ما هو ده اللي عاشه واللي قاله، إيه الجديد في اللي أنا قلته؟ هو الصراحة الكلام غريب وكأن إحنا أول مرة كأنه أول مرة، لكن هو إنجيل الإنجيل كما القديس بولس إن بشرناكم بغير مبشرناكم، ماشي أرفضوني وارفضوا الكلام، لكن إيه الجديد فين؟ وفي ناس قالوا لأبونا داود لمع، أيوة الشخص ده قال لهم ده مش من... أيوة في إيه؟ اتكلم بموضوعية، اقف قدامه وتشدد وكرجل اتكلم، ايه الغلط في ايه؟ الاجابة ابتسامة، شباب قالوا له لا بيقول كلام عميق فابتسم وسكت، الابتسامة دي الاجابة؟ لازم الواحد يعني يتكلم اكتر من كده؟ هي دي الاجابة؟ اجابة الكنيسة بيقول كلام مش من كيستنا، ايوة في ايه؟ ايه الغلط في ايه؟ هي دي الابتسامة، هي دي اجابتك؟ فالشباب سكتوا يعني قالوا له مش فاهمين يعني ايه، ايوه مش من كنيستنا، الغلط في ايه؟ في التعليم، في ايه؟ اي تعليم؟ ايه الجديد ده؟ علشان ما حدش بيتكلم الوقت عن الملكوت والموت والكمال وطريق الكمال والدرجات والاناجيل، لانه ما خلاص احنا وقفنا عند نقطه معينه وبنلف حواليها والدنيا ثابته، اعترف وتموت وتبقى زي اللص اليمين، اعترف وموت روح اللص اليمين. فين؟ طب والكتاب المقدس عايشه ازاي؟ متى مرقس ولوقا يوحنا عايشهم ازاي؟ والقيامات دي عايشها امتى؟ مين اللي يعيش الكلام ده؟ القيامة في متى اللي فيه ملكين، القيامة اللي في مرقس اللي طلع الشاب، أعيش إزاي فقط أعيشه يعني أعمل إيه؟ لا ده قصة تاريخ للمسيح، وشافها مرقس عن طريق إن في ملك في القيامة، لكن لوقا شاف إن في رجلان. ده إيه يعني؟ إيه كل واحد شاف حاجة؟ والله عارف إن الإنجيل هي الأربعة هيتدبسوا في إنجيل واحد ويتبعت في كل حد، وبعدين الإنجيل إنجيل واحد طريق واحد، ده هي مراحل. كلمة مراحل المعلومة جديدة، فلأنها جديدة عن الـ عن الـ عن القديم اللي إحنا ورثناه، الثوابت بتاعتنا هي إلهنا. ولقيت لاني انا عشت حاجه زمان، ولان هو ابونا عاش حاجه زمان، ما ينفعش يقول ان اللي عاشه غلط، فالعمليه اتربطت. وصلت النقطه؟ تمام.
you.